انطلاقات أشواط هذا الصباح المميز الجميل وشوطنا الخامس الخاص بالثنايا البكار المحليات الأصايل هنا لأبناء القبائل على أرضية ميدان المرموم. نتابع المسيرة، نتابع الانطلاقة، نتابع التحدي، نتابع صوغة لراشد بن مبارك بن سعيد النيادي من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول مياسة، في المركز الثاني لعبد الله بن حميد بالكديدة الفلاسي، وعلى المركز الثالث والمنطلقة في هذه اللحظات هنا الدانة راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، ووجود الظبي سيف بن مبارك بن فاضل الله المزروعي، ومن الجانب الآخر مصيحة علي بن حمد بن علي العويسي. والمركز السادس تأتي الفارعة لنايف بن سالم بن مطر بن حاذة لقتبي المنطلقة على سادس المراكز، وفي المركز السابع هنا زريق حمد بن سالم بن محمد المدهوشي تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل والوجود على ثامن المراكز. هناك التسلل من الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المنطلقة ثامنا وتاسع المراكز. تأتينا منصورة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، تأتينا بهذا الانطلاق المميز الجميل، وعلى المركز العاشر والتسلل مشاهدينا ومتابعينا الكرام من قبل الشاهينية ناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى مياسة المسيطرة على زمام الأمور على الصدارة وعلى المركز الأول. عبد الله بن حميد بالكديدة الفلاسي على المركز الأول والصدارة، مصيحة من الجانب الدوني تتسلل بدورها، مصيحة هنا تنطلق بهذا الأداء المميز الجميل بقيادة علي بن حمد بن علي العويسي، هنا ابن مضمر خمس نجوم ينطلق بهذه اللحظات إلى المراكز المتقدمة وينطلق إلى رأس حربة هذا الشوط وإلى المركز الأول. هناك تأتي الفارعة نايف بن سالم بن مطر بن حاذا الاكتبي على المركز الثاني والمركز الثالث، هنا الظبي لسيب بن مبارك بن فاضل المزروعي، هنا أيضا شعار الجليلة صاحبة الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم تنطلق هنا في هذه اللحظات على ثالث المراكز. وهناك تأتينا من الجانب الآخر والانطلاقة والتحدي، هنا سلهودة أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ينطلق بهذه اللحظات بهذا الأداء المميز الجميل، الوصول من بشاير، هنا حمد بن سالم بن محمد المدهوشي ضيف من السلطنة قادم للمشاركة على أرضية هذا الميدان. مرحبا بضيوفنا جميعا على أرضية هذا الميدان، أن الختام يقرب، ختاميات على الأبواب والجميع أتى للمشاركة. مشاركة المركز السادس، تأتينا هنا على المركز السادس مياسة عبد الله بن حميد بالكديدة الفلاسي، وعلى المركز السابع تأتي وتتواجد الدانة راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي مع الدانة في هذا الانطلاق المميز الجميل، والوصول من شواهين حمد بن محسن بن حمد الفلاحي، ووصلت الشاهينية ناصر بن يوعان بن خلفان
الآن الشامسي بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي. تأتينا منصورة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هنا المنطلقة في هذه اللحظات تاسعا، والمركز العاشر من الجانب الآخر، المركز العاشر شعار شاعرنا هنا أيضا محمد بن حمد بن فطيس المري مع شفة المنطلقة على عاشر المراكز. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى صدارة مع منتصف المسافة، هنا سلهودة المنطلقة على الصدارة تغير من مركز إلى مركز. هنا سلهودة بهذا الانطلاق المميز الجميل لسيد أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي شعار وضاح صاحب خنجر، أيضا الزمول المفتوح على أرضية ميدان الجحانية تشاركنا هنا أيضا سلهودة بهذا الأداء الجميل. ممثل أهالي جميرة هنا يتواجد بهذه التحديات والإثارة، بينما المركز الثاني، المركز الثاني هنا الظبي لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. المركز الثاني وصلت في المركز الثالث، المركز الثالث وصلت بشاير، وصلت بشاير هنا بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة. حمد بن سالم بن محمد المدهوش ينطلق بهذا الأداء الجميل. إذن وعينها، عينها على الصدارة أيضا، عينها على الانطلاق وفي هذا الأداء المميز الجميل. تغير من مركز إلى مركز، انتزعت المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الثالث. مصيحة تأتينا على المركز الثالث، علي بن حمد بن علي العويسي تنطلق على المركز الرابع، وفي المركز الخامس الفارعة، الفارعة هنا نايف بن سالم بن مطر بن حاذة لقتبي، ووصلت شف، وصلت شف مع شاعرنا هنا أيضا محمد بن حمد بن فطيس المري من ينطلق بشف في هذا الأداء المميز الجميل. وهذه المسيرة أيضا والتحديات والإثارة بمتابعة سالم المالكي يتابعها في التضمير. المركز هنا وصلت على سادس سابع المراكز، وصلت هنا منصورة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند هنا بمتابعة علي بن مجارح يتابعها بالأداء المميز والتضمير. الله الوصول اسم جديد، وصلت جبارة حمد بن عبيد بن محمد الراشدي يأتينا بجبارة في هذه اللحظات في هذا الانطلاق الجميل. يسلم، بدأت الإثارة، بدأت تحدي من الجانب الآخر شواهين حمد بن محسن بن حمد الفلاحي، والقادمة سلهودة راشد بن صابر بن سعيد بن صابر لقتبي. مرحبا يا بن صابر بهذا الشعار ومشاركتك الجميلة. أما المركز العاشر بن سليم يأتينا هنا، تأتينا النصيبة لحمد بن سالم بن سليم لقتبي ممثل أهالي المدام ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول مع الثنين كيلومتر وبوابة المدرج. انطلقنا مع بوابة المدرج بهذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة في هذه التحديات الجميلة. وسلهودة، سلهودة تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة.
الصدارة، سلهودة تنطلق بصدارة هذا الشوط. هنا للسيد أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي المطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. المركز الثاني بشاير، بشاير هنا حمد بن سالم بن محمد المدهوشي مع بشاير على المركز الثاني. المركز الثالث منصورة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ينطلق مع منصورة على المركز هنا الثالث إلى الثاني. وصلت في هذه اللحظات هنا اسم جديد شواهين حمد بن محسن بن حمد الفلاحي ينضم في هذه اللحظات إلى المراكز الأولى هنا بهذه الانطلاقة. شف شف تنطلق خامسا هنا محمد بن حمد بن فطيس المري والقدوم من الظبي، الظبي لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي هنا في هذه الأداء. يا سلام وصلت الشاهينية، وصلت الشاهينية بأول ندى، أول ندى خليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي. هنا دكتور الأصايل ينطلق في هذه اللحظات بأول ندى، أول ندى للشاهينية. ولكن سلهودة، سلهودة المنطلقة على الصدارة، المنطلقة على المقدمة وعلى المركز الأول هنا مع ممثل جميرة الدائمة المنطلق بهذا الأداء المميز الجميل. سلهودة أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني ومنصورة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والظبي، الظبي الظبي تتسلل من مركز إلى مركز. الظبي لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي هنا الشعار الأزرق بهذا الأداء المميز الجميل. ولكن منصورة 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 ممثل أهالي الخور ينطلق هنا، ممثل أهالي الخور بدولة قطر ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع منصورة على صدارة هذا الشوط. والنصر من صالح منصورة بهذا الأداء المميز الجميل. منصورة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بقيادة علي بن حمد بن مقارع المري من يتابعها بهذا الأداء المميز الجميل. وها هي لحظة اقترابها من الفوز، اقترابها من الناموس، تهانينا. وها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. ها هي لحظة إعلانها للفوز الظبي في المركز الثاني من وسط سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. المركز الثالث أم صيحة أتتنا لعلي بن حمد بن علي أيضا بهذا الأداء الجميل. وهناك الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد الكتبي، ووصلت جواهين حمد بن محسن بن حمد الفلاحي خامسا. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى. ونعود إلى التوقيت الزمني بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. ولحظة وصول منصورة إلى خط النهاية 12 دقيقة 44